أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أشار عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجموعة مصارف البحرين إلى أن قطاع البنوك في البحرين في تواصل مستمر مع مصرف البحرين المركزي من أجل اتخاذ أي إجراءات إضافية تدعم جهود الدولة وتوجيهات الملكية السامية. وقال إن قطاع البنوك قد بادر منذ البداية بتوفير كل الدعم للمبادرات التي أعلنتها الحكومة الموقرة، ومن ضمنها توجيهات مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر ومواصلة تمويل العملاء للمتضررين من جائحة فيروس كورونا، علاوة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى تقديم الخدمات المصرفية من خلال الفروع. وأطلقت كافة البنوك خدماتها المصرفية الرقمية المتطورة لتسهم بفعالية بتوفير الأمن والأمان للعملاء. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجموعة مصارف البحرين. مساء الخير أستاذ عدنان. في البداية، القطاع المصرفي يلعب دورا بارزا في الاقتصاد البحريني، كما أن له دورا إنساني في هذه الجائحة تجاه المواطنين. ما هو المتوقع منه بعد انتهاء مدة 6 أشهر لتأجيل أقساط القروض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قامت البنوك في البحرين وكذلك البنوك في منطقة الخليج بعدة مبادرات، وبالذات في البحرين تحت قيادة البنك المركزي، وتم يعني طرح عدة منتجات وتم طرح عدة مبادرات، منها تأخير أو جدولة الأقساط المستحقة على العملاء أو على الزبائن في قسم التجزئة. هذا أعطى مردود جدا جيد للاقتصاد، والآن ننظر إلى كيف نحفز الاقتصاد ونفتح أبواب الاستثمار في البحرين، لأن أنا على ما أعتقد الآن نحتاج كمؤسسات مالية وكقطاع خاص أن نجلس تحت مظلة البنك المركزي لإيجاد آليات لتشجيع الاقتصاد وتحفيز الاقتصاد مرة ثانية ليأخذ دوره. أنا على ما أعتقد أن دور البنوك ودور القطاع الخاص مهم في الفترة القادمة لتحفيز الاقتصاد البحريني وإعادة التوازن في الاقتصاد كما كان قبل الأزمة. نعم، كيف يمكن للقطاع المصرفي أن يعزز من دوره في المرحلة الحالية للمحافظة على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة والعالم أيضا؟ أوكي، فتح أبواب التمويلات وإعطاء المشاريع الأولوية في النمو، والشيء الثاني كذلك التنسيق مع البنك المركزي لإعطاء حزمة نقدية أو حزمة تمويلات للمؤسسات المالية التي تقوم بفتح أبوابها لتشجيع الاقتصاد الوطني. فهذا على ما أعتقد سوف يشجع البنوك وسوف يعني يضع الاقتصاد في الطريق السليم. الآن هنا يعني تحسسنا كمؤسسات مالية نحس أن بدأ الاقتصاد قليلا يتحرك، ولكن يحتاج إلى يعني مثل تقولين دفعة قوية تأتي من البنوك وتأتي من البنك المركزي وكذلك تأتي من الحكومة. نعم، الأستاذ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس جمعية مصارف البحرين، شكرا جزيلا لك. أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين تدشين برنامجها التدريبي الافتراضي الأول من خلال سلسلة متنوعة من ورش العمل التي تتعاون فيها مع نخبة من المختصين في القطاعين العام والخاص، وتركز خلالها على التحول الإلكتروني بما يتضمنه من خيارات وحلول ذكية، وذلك في إطار مواصلة تنظيمها للبرامج النوعية المساندة لأعضائها من أصحاب الأعمال في ظل الأوضاع الراهنة لجائحة كورونا.
وذكرت الغرفة أن باكورة هذه الورشة التدريبية ستتعاون فيها مع أمازون ويب سيرفيس، حيث من المقرر أن تقدم ورشتي عمل متخصصتين لأصحاب الأعمال لأجل تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم التقنية ودفعهم لتحويل خدماتهم ومنتجاتهم على نحو رقمي، ومساندتهم للاستفادة من البنية التحتية المتطورة لأنظمة الحوسبة السحابية. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1304 نقاط بانخفاض تجاوز 3 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 2,751,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 535,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 52 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية في نهاية تداولات هذا اليوم، كما نلاحظ على الشاشة أغلقت أغلبها على انخفاض، وتصدرت التراجعات سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أغلقت على انخفاض بنسبة تجاوزت نقطة ونصف النقطة المئوية تقريباً. كشفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأولى من نوعها في العالم العربي والجاري تطويرها في إمارة أبوظبي. وأوضحت في بيان لها إتمام تسليم المحطة إلى شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للبدء في مرحلة الاستعدادات التشغيلية وفق الشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. كشفت شركة أرامكو السعودية عن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لديها في خطوة وصفتها بأنها من شأنها أن تسهم في دعم وأحكام التكامل في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية وتقوية موقع الشركة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المالي وخلق القيمة ودفع عجلة النمو عالمياً. وتتزامن هذه الترتيبات الإجرائية مع نية أرامكو السعودية التحول إلى مجموعة طاقة متكاملة وهي الأكبر في العالم، إذ أتمت مؤخرا صفقة استحواذ هي الأضخم على مستوى الشرق الأوسط للشركة السعودية للصناعة الأساسية سابك، أحد أبرز اللاعبين في سوق البتروكيماويات العالمي بقيمة 67 مليار دولار. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. جوجل تطلق صندوقا برأس مال 10 مليارات دولار للاستثمار في التكنولوجيا الهندية.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة ستطلق حزمة تحفيزية جديدة تقدر بنحو 100 مليار يورو إضافة إلى الخطط التحفيزية السابقة والتي تقدر بنحو 460 مليار يورو. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق النهوض الصناعي والبيئي والمحلي والثقافي والتربوي داخل البلاد، وتعتبر هذه الخطة أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة التي سماها ماكرون لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء. خفض صندوق النقد الدولي في تقرير مرة جديدة توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما. تأتي هذه الخطوات أو التوقعات المتشائمة على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد. وتوقع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.7% هذا العام، ويأتي هذا الرقم بانخفاض بنسبة 2.4% عن توقعات الصندوق في أبريل الماضي. ونترككم الآن مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل اعتزامها إطلاق صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الرقمية في الهند. ويحمل الصندوق اسم صندوق جوجل لرقمنة الهند، ويستهدف المساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للاقتصاد الهندي. ووفقا للمشروع، تعتزم جوجل استثمار نحو 10 مليارات دولار في الهند خلال الأعوام الخمسة أو السبعة المقبلة من خلال مزيج من الاستثمار في الأوراق المالية والدخول في شراكات ومشاريع البنية التحتية.